تلفزيون البحرين. أهلا بكم. توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، رئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. توج الفائزين في سباق سموه للقدرة لمسافة 120 كيلومتر الذي أقيم ليلا. وتوج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفائزين بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة، حيث تمكن الفارس معيوف الرمياح من اسطبل الزعيم للفريق الملكي من تحقيق المركز الأول، وفي المركز الثاني الفارس محمد الشمري، وفي المركز الثالث الفارس المقداد جناحي من اسطبل الأجيال. كما قام سموه بتتويج الفائزين في سباق الإسطبلات المختلفة، حيث حقق المركز الأول الفارس محمد الشمري، وفي المركز الثاني الفارس محمد المقداد، وفي المركز الثالث فهد سليمان من إسطبل الأصايل. وقد أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنجاح الكبير لسباق سموه الليلي، مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه جميع فرسان الإسطبلات المشاركة، مؤكدا أن ما قدمه الفرسان يعكس مدى التطور الفني الكبير الذي وصلت إليه له القدرة البحرينية. وقد أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تفاؤله بمستقبل زاهر القدرة في السباقات المقبلة على المستوى المحلي بعد النتائج المتميزة التي قدمها في السباق، عطفا على بروز العديد من المواهب الرياضية وتنوع الفائزين في المراكز، مؤكدا سموه أن الفريق الملكي يسعى دائما إلى اكتشاف المواهب وإبرازها وصقلها. وقد هنأ سموه الشيخ بل هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين بالسباق، وأعرب عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، مؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الإسطبلات المختلفة الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات. وأشاد سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان والتي جاءت مثيرة ومتميزة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان العاملة والمنظمة للبطولة، الأمر الذي وفر جميع أسباب النجاح لها.